السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي العشاق ومحبي ومتابعي قناة ديمستون نوكيا، ما تغفلوش علينا، الله يجزيكم بخير. بوضع لايك، كل من يشاهد الفيديو الآن يضغط على زر لايك لكي نتابع الفيديو. لا تبخلوا علينا بلايك، إنني أحاول دائما أن أطرح موضوعا يهم الجميع سواء كانوا نساء أو رجالا، فمرحبا بكم. هذه واحد تقييدة هدية لكم، فمرحبا بكم مرة أخرى في قناة جيمستون زي تي نوكيا. مرة سوف أطرح لكم تقييدة وفرجة ممتعة ومالا حلالا إن شاء الله، خذوها فمرحبا بكم. الإخوان ديالي، اليوم الموضوع غادي نتطرقوا لواحد الموضوع اللي هو اللبان الذكر الخارق، وهل اللبان الذكر هو اللبان الخارق، وهل هو نفسه. هذا بعض التقييدات يمكن لكم توضعوا بوز للفيديو ويمكن لكم تستغلوا هالتقييدات، فمرحبا بكم، والله يجيب لكم الرزق، والله يسهل عليكم ويسهل على جميع المسلمين والمسلمات، شرط انك تخدم في الحلال وتوظف كل هذه الاغراض في الحلال وتزكي طبعا عند استخلاص المنافع. اذا فاللبان الذكر او الخارق، والذي عندما يحترق يصل طوله حتى 3 امتار. يعني الاخوان اللي كتقلب على اللبان الذكر الخارق ويقولون ان طوله عندما يعملون له اختراق يحترقونه، يضعون فيديوهات يقولون ان طول الدخان يصل الى 1.70 متر، 1.80 متر، 2 متر، حتى 2.20 متر. اقول لكم يا اخواني واخواتي، هذا اللبان الخارق لا ينفع شيئا. نعم، هذه ريق الغزال، لاحظوا كيف يمكن أن تنطوي لوحدها وتنكمش لوحدها وتتحرك وتتلوى وتتموج لوحدها. هذا هو ريق الغزال، أو وضعت فيديو البارحة على هذا الريق، فهذا ريق أصلي 100% روحاني، فيه تقييد الذهب والماء. لا أريد أن أذكر ما هو الماء، يعني الماء اللي كيخرج من الروبيني أي الحنفية، لا تضحكون كثيرا، لا أريد أن أذكر الموضوع. يعني هذا الريق الغزال فيه الذهب الأصفر والماء، فهو أصلي روحاني. نرجع للموضوع، لكي تقوم باستخراج الكنوز هناك عدة طرق، وهناك من يذهب إلى السحرة والمشاودين، وهناك من يقوم بالطريقة الشرعية لاستخراج الكنوز، وهذا هو الأصل وهذا هو الربح الوفير، وهناك من يقتصد الشيوخ أو الشيخ كما نقول الذي له علاقة كبيرة بهذا الرق. إن الشيخ إذا رأى هذا الرق فإن لعابه يسيل، نعم، لأنه يلبي طلبات ملوك الجان ويركع للجان ويعصي رب العالمين. وأذكر بأن الشيوخ بصفتي الرسمية، أرجوكم ارجعونا إلى الله ولا تتبعون هذه الطرق الغير شرعية لاستخراج الكنوز.
أرجوكم أرجوكم أحبكم في الله، لا تذهبون إلى الشرك والاستعانة بالجان عن طريق هذا الرق الغزال. هناك العديد في المغرب موظفون ساميون يبحثون عن هذا الرق، نعم، ويمكننا أن يشترونه بآلاف آلاف الدولارات. نعم، هذا هو رق الغزال الأصلي. نرجع للموضوع، هناك عدة طرق لاستخراج الكنوز، وأفضل الطريقة الشرعية لاستخراج الكنوز، ألا وهي عن طريق السكانير وعن طريق الرقية الشرعية المعروفة، هي قراءة الرحمن والصافات وسورة البقرة وآيات الجن، وأن تكون موطي إن شاء الله أنت والجماعة الذين معكم، وتوكلون على الله وترشون المكان بآيات الله الكريم، ألا وهي الصافات وآيات الكرسي والرحمن وصورة الجن، وتقولون في كل لحظة تريدون أن تقومون بالحفر بسم الله بسم الله الله أكبر، مع أن أحد الأطراف أو أحد الأشخاص يقوم بالآذان، ضروري الآذان ثم ضروري الآذان لكي تبعدون عمار تلك المكان، أو لكي تحصنون أنفسكم من كل خبث يمكن أن يصيبكم. فاللبان الدكر أو الخارق، والذي عندما يحترق يصل طوله حتى 3 أمتار قلنا، فذلك يسمى عموديا، وهذا اللبان نادر جدا جدا، ويمكن القول أنه منعدم. نعم منعدم، يعني منعدم، يعني الإخوان والأخوات والوسطاء والسماصر الذين يبحثون عن هذا اللبان الذي طوله يصل إلى، عندما تحترقه يصل طوله إلى 3 أمتار، فذلك بين قوسين فهو نادر ولا يمكن أن تصل إليه أبدا أبدا. كل ما يدور في السوق وهو اللبان الخارق المصنع يصل طوله إلى نحو تقريبا 1.50 متر، 1.70 متر، 1.80 متر، إلى 2 متر تقريبا، بينما اللبان الدكر الخارق الذي يصلح إلى هذه لكي يمكنك أن تستخرج به الكنوز يصل طوله إلى 3 أمتار، فهو كما قلت فهو منعدم، ويصل ثمنه حتى 100,000 دولار. يعني هذا النادر الذي يصل طول دخانه إلى 100 مليون مغربية، يعني 100,000 دولار. بالله عليك كيف يمكن أن تقول أن عندك لبان يصل طول دخانه إلى 1.50 متر أو 1.70 متر أو 1.80 متر أو 2 متر وتقول 300,000 دولار؟ بالله عليك من أين جئت بهذا القول بهذا الثمن؟ 300,000 دولار ل1.70 متر؟ هذا كلام فارغ منه. فاللبان الخارق للعلم هو تركيبة روحانية حيرت الإنسان منذ قديم الزمان، وهي تركيبة طبيعية، وكان يستخرج من نبتة اللبان المنقرضة لا توجد ولم تعد توجد. وأهل المعرفة في هذا المجال هم أقدر الناس وأعلمهم بهذه النبتة والتركيبة ديالها البخارية، يعني التركيبة ديال البخور. فاللبان الخارق أصبحت نادرة جدا جدا كما قلت، ولا يمكنك أن تجدها. إذن شحال واحد غادي يسولني لمن كيستخدم هاد اللبان؟ يستخدموا بكل صراحة في استحضار ملوك الجان واستنزال الأعوان مهما كانت مرتباتهم وشأنهم في قبائلهم، فهو يعتبر رشوة لملوك الجان من أجل الاستحضار وتيسير المطلوب منهم. فاللبان الخارق هو تركيبة روحانية جدا هامة لدى ملوك الجن، لأن هذا النوع من البخور يصارع العقول مهما كانت. فاللبان العمودي أو اللبان الخارق الأصفر ثم الأحمر، أقول الأصفر والأحمر،
وهو نادر وأصبح غير متوفر بالأسواق المغربية والأسواق العربية وبالعالم، وأصبحت نادرة في هذه الأيام ومنذ وقت طويل أكثر من 20 سنة سابقة أصبح غير متوفر بالأسواق ولا يمكن أن تجده. نعم، فهذا اللبن الأصفر والأحمر كما قلت فهو نادر وأصبح غير متوفر بالأسواق. نعم، فكل باحث عن الكنوز بطريقة غير شرعية يلزمه اللبان الخارق. الطريقة الشرعية راه ذكرناها قبيلة في الموضوع ديالنا ووضحناها شنو هي. فكل باحث عن الكنوز بطريقة غير شرعية يلزمه اللبان الخارق لأجل فك الرصد وإبطال موانعه بيسر وبسهولة. ومن فوائد هذا اللبان الخارق هو إبطال الرصد على الكنوز والدفائن مهما كانت فلكية رصديا روحانيا أو نفسيا روحانيا. فاللبان الخارق يحكم على كافة الطبائع والعناصر الروحانية والأمزجة السفلية والعلوية بالحكمة الربانية التي أودعها الخالق عز وجل في هذا اللبان. يعني فهذا اللبان حل المعقود ولو كان معقود أكثر من 7 عقد. نعم، فحبة واحدة تكفي لتبخير المعقود وفكه ولو كان من سحر يهودي سامري أو هندي أو السحر الأسود. ويستخدم اللبان الذكر العمودي أو الخارق في فك السحر والموانع والعوارض المربوط والمهزوز وأشياء من الأمراض التي يعتبرها الطب الحديث أمراض نفسية. فالجن عندما يشم رائحة اللبان الذكر مهما كان نوعه ولكن الأكثر تأثيرا بعقولهم الخارق العمودي. هذا البخور يطلبه كبار الجن وملوكهم من أجل تسخير خدام من الجن كي تساعد هذا الروحاني لاستخراج الكنوز عن طريق الطريقة المعروفة ألا وهي الطريقة الغير شرعية. إذن كيفية استخراج الكنز المحروس؟ هنا غادي نقول لكم واحد النصيحة بسيطة وقليلة. كيفية استخراج الكنز المحروس بالجن والكنوز المطلسمة، اسمع لي مزيان يا أخي وأختي، الكنوز المطلسمة فهي الكنوز التي عمل لها أو عمل لها موانع ناتج عن عمل سحر ورصد من الجن. صافي، فالكنوز المطلسمة كما قلت فهي الكنوز التي عمل لها موانع ناتج عن عمل سحر ورصد من الجن. يمنعك من الوصول الى الكنز بالتخيل والتهويل وخرجات البقرة وضربات النيل وطاح من هنا داز ديناصور الى غير ذلك من القصص الغريبة التي نسمعها في بلداننا العربية. الكنوز المحروسة بواسطة السحر وخدامه من الجن هذه بعض العلامات، مثلا الشعور برهبة المكان الذي فيه الكنز، كتشعر بواحد الرهبة وواحد الخوف، والشعور بقشعريرة، ومثلا كتشعر بواحد التيار كهربائي حول الباحث. يعني داك الباحث اللي كيجي للمكان كيحس بواحد التيار كهربائي وكيقفلو شعرو باللغة الدارجة المغربية، والشعور بوحشة وربما يقف شعر جسم الباحث. يعني هذاك فينا موسكانير او هذاك الفقيه او هذاك الوسيط او هذاك الوسطاء اللي كيجي للمكان كيقفلوا شعرهم كيشعروا بواحد القشعريرة وتنمل. يعني الشعور بوحشة وربما يمكن يوقف لك حتى الشعر ديال الجسم ديالك خينا اللي كيقلب على الكنز، وممكن تسمع بعض الحركات واصوات مفزعة، ويمكن يوقع حتى رجم بالحجارة وسمع الطبول أو سمع الذئاب أو الكلاب تعوي الكلاب تنبح أو الذئاب تعوي، ودور بعض الزواحف والحشرات. من بعض الزواحف كتشوف أفاعي لونها أصفر ذهبي، وظهور
كلب أو ثعبان أسود عنده مثل واحد القرن، عنده اثنان قرون. وكذلك من بعض العلامات هي عدم القدرة على التركيز بسبب الصداع والدوخة ودوران في الرأس، وعدم القدرة على رؤية أو الوصول إلى مكان الدفين. فينبغي على الباحث على الكنز أن لا يبحث بمفرده، فهو عرضة لكثير من المخاطر، والتي منها تلاعب وأذية الشياطين، السقوط من جبل مثلا، أو انهيار التراب أو الحجارة وقت الحفر، لدغة الثعابين أو العقارب إلى غير ذلك. إذا تم أو حدد موقع البحث واشتبه بوجود موانع الوصول إلى الخبيئة أو الكنز الدفين مثل السحر والرصد من الجن، يبدأ الباحث ومن معه بالتحصين، ومن ثم قراءة سورة البقرة والصافات والآذان، وتكرار قراءة آية الكرسي بصوت مسموع من بداية البحث حتى الانتهاء من العمل. يمكن أن يتناوب الأشخاص 7 الحفر والبحث وقراءة القرآن في نفس الوقت مع ذكر الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله. إخواني أخواتي، كان هذا موجز صغير ثم صغير للطرق التي يمكن الإنسان الباحث عن الكنوز. هناك من يستعمل اللبان الدكار، وهناك من يستعمل اللبان أو الطقش المغربي. فاللبان عنده بعض المزايا. وإن شاء الله غدا إن شاء الله بإذن الله يوم السبت إن شاء الله 3 في شهر 8 2019 إن شاء الله، غادي نذكروا لواحد طرق بسيطة يمكن لك تخرج منها الكنوز وما يدور حول هذه الأفكار من الكنوز، الدفائن العربية والدفائن الوطن العربي والصحارى والبرادة والجن وعالم الجن، وكذلك التنزيل والتحويل أو الترانسفير أو كل ما يجوب هذا العالم الغريب جدا. يا أخي ويا أختي، إن استخراج الكنز بوزارة الصحراء شو معركة ترقيم في الصحراء. فأما نعطيهم واحد موجز صغير، فأما الذين يدعون أن الصحراء والفقهاء لهم القدرة على معرفة أماكن الدفائن واستخراج الكنوز، فهذا أمر يكذبه الواقع. فمعظم الصحراء يعيشون على ما يحصلون عليه من عطايا مرتديهم، وأغلبهم يعيشون في فقر مدقع، ما عنده يصندل ديال الميكا، ماشي كنحكوا عليهم، وانما هذا الواقع. ما لقى حتى باش ياكل ولادو ولا يكسي مراته، وكيقول لك انا يمكن لي جبت هنا ولا انا عارف هنا بين راكين، هو ما عرف حتى شي حاجه وما يعلم الغيب الا الله. ويستعين بعض المغفلين من الناس بالصحراء لسحب واستخراج الكنوز، وقد يكون الرصد عند الاستعانه بالسحر ما هو الا شيطان خبيث من اعوان الساحر نفسه. فهذا العراف المشعوذ الخبيث لا يخرج الكنز، ولكن يبدا بتاكيد وجود الكنز في مكان المدفون أو المذكور، وأنه مرصود بعفاريت الجان والروايات والكسيطرة من هذه الأقاويل، وأنه يحتاج إلى طقوس وأبخرة خاصة، فيعطيه الباحث الكثير من الأموال، وكيجبد لهم جيبو جبد جبد صرت صيا ما تصرت، كيبقى يصرف عليه، ما كاين والو، ما كاين لا كنز لديك لخلك. فتبدأ مسرحية المشعوذ مع أعوانه من الشياطين الجن، وغالبا ما تبدأ فصول المسرحية بعد منتصف الليل، دائما منتصف الليل، جوج الليل، 3-4-12. هذه هي القصص اللي كتكون واقعية في الدول العربية، وفيها التخيل والخداع والرعب والتسويف. وقد يخرج لهم صندوقا فيه سكر نباتات أو بعض الحلي القديمة مثلا، عن طريق هما كيمشيو لواحد المكان كيحفروا ديجا كيحفروا المكان، كيوضعوا الصندوق في الحلي قدامين النحاس والحديد وهذا، وكيصبغوهم يذهبوهم بالذهب وهذا، وكيتوهموا بأن راه ذهب أو دفينة. وقد يخرج لهم صندوقان فيه مثلا الحلي هذا، ويخيل لهم بأنه ألماس أو معدن أصفار، فيخيل لهم بأنه ذهب، وقد يشترط عليهم عدم فتح الصندوق حتى لا يتعرض للضوء ولا للهواء لمدة عدة أشهر، لأسباب يزعم أنها شرط
بينه وبين الرصد، اي يعني هذاك المارد اللي وضع هذاك الرصد اكسترا الى اخره. واخيرا لا كنز ولا مال ولا ذهب، بل خساره في الدين والمال، ولا حول ولا قوه الا بالله. باختصار، اذا استعنت بالسحرة والمشوهدين للبحث عن الكنز، فتاكد بانك سترى الشياطين ولن تحصل على الكنز، سوى سوف تحصل على ازمه ماليه خطيره، ويمكن ان تفقدك المال من جيبك، ويمكنك أن تخسر زوجتك، ويمكنك أن تخسر كذلك منزلك أو سيارتك تبيعها على هذا التخربيق، ويمكنك كذلك أن تأتي ورقة الضوء والماء، ولا يمكنك أن تخلص ورقة الضوء والماء. نعم، بكل صراحة هذا موضوع خطير. مازال أنا يا بل يبحل أنني ما قلت حتى شي حاجة في هذا الموضوع، لأن أغلب الناس مشاو ضحايا لهذا التخربيق هذا. يا أخي الكريم، عندك الوثيقة؟ متأكد منها 100%؟ يا أخي 5 5، عندك سكانير تودي بإيماج أو متصل بساتيليت؟ عندك الناس الإخوة والأخوات اللي معاك تماياك كيعملوا الرقية الشرعية؟ أقول الرقية الشرعية، ما كاين ما أحسن الطريقة الشرعية لاستخراج الكنوز. لا تتصل بالسحار ولا تتصل بما يدعون بأنه الفقوه كيديروا الطربيع ويديروا التخربيع ويديروا الشعوذة واستحار دار الجن. يا أخي، خصك تكون واعد العلم عليم. إذا استحضرت الجن، ماشي أنت آمنت بذلك الذي يدعي أنه يعرف المكان ويعرف كذا وكذا، ويستعمل الطلاسيم وتخربيق وبعض الآيات القرآنية كيشقلبها ويقرأ بعض الحروف والرموز الفلكية، فتأكد بأنك مشرك ورجع الله سبحانه وتعالى. فإنك كافر، أنا أكفرك علميا وإسلاميا، أكفرك لأنك استعملت بالمشرك وبالكاهن ومن أتى كاهنا. ها، أكو عارفين المغزى ديالها، بلا ما نشرح بلا ما زين نطرق نسقوك نضرب في الإسلام ونضرب هذا من أتى عرفا وأمن به وهذا وهذا، صافي السلام عليكم. الإنسان اللي كان كيأمن ولا كيطيق شي مشعويد ولا شي كاهن ولا شي عراف وهذا، فقد أشرك بالله، وإذا أشركت بالله فأنت كافر، وإذا كنت كافر فلا صلاة لك ولا شيء لك. إذا كل ما عليك، لا يمكنني أن أقول لك أنك في جهنم، الله على كل شيء قدير. عليك التوبة يا أخي ويا أختي، وكل أحد يتبع هذه الفصائل من الناس الذين يدعون أنهم يعرفون وما يعلم الغيب إلا الله. هناك طريقة واحدة وهي الطريقة الشرعية والسكانير فقط، العلم. شوف يا أخي، كاين العلم وكاين الطريقة الشرعية. كاين العلم لأتاك الله سبحانه وتعالى، وكان الطريقة الشرعية. اللهم يكون العلم والطريقة الشرعية، ما جبت شي اللي باغي تطيحي غير في وسط الدجالين ويمشي لك وقتك والمال ديالك وما تصوح حتى شي حاجة. الكنوز هي حق، وكاينة موجودة وتحدى جميع العالم كامل. الكنوز هي حق وكاينة ومذكورة في القرآن، وآخر واحد غادي يجيب الكنز هو الدجال، سوف تتبعه في علامات الساعة الثانية الكبرى. عندما يخرج الدجال سوف تتبعه جميع كنوز العالم والنساء.